فريق برشلونة. نقطة في مباراة يوم الخطأ، بدأ ماتيو في الدقيقة 44 بهدر هدف لفائدة فالنسيا في الدقيقة 44، إذن ذكرى ركنية الوحيدة التي كانت لفريق فالنسيا سنفذها لن يفارقه. ولكن سيرخيو راموس يتمكن من تعديل الكف في الدقيقة 59 إثر تمريرة رأسية من كريستيانو رونالدو الذي سجل بالرأس وهو الهدف الرابع في المباريات الثلاث الأخيرة، هدف في الدوري وهدفين أمام البايرن واليوم هدف. ولكن في دقيقة 65 داني باريخو يعطي التقدم لفريق فالنسيا، واستمرت معاناة ريال مدريد واستمرت هجماته حتى الدقيقة الثانية. فارس لا تحرك، بدل الضائع الذي كان خمس دقائق يتمكن كريستيانو رونالدو بهذا الهدف الخرافي الذي ذكرنا بهدف ابراهيموفيتش بالكعب، أعطى التعادل أو التعادل لفريقه ريال مدريد. هذا ما أعطانا في الترتيب العام، أتلتيكو مدريد دائما في الصدارة ب 88، برشلونة ب 85، وريال مدريد ب 83. بمعنى آخر لا